بتضل عم تحاول تفهمه قديش بتحبه، بتقله بحبك أو كتير بحبك، أو إذا عسرت ريتك تقبرني، وبرضو بتحسها مش كافية. آخر شي بيطلع معها أنا بموت فيك، ورغم هيك بتحس إنه بعد بتحبه أكتر ما الكلام بيساعد. فبتجي الموسيقى عم تحاول تفرجيه قديش. ضيفنا اللي هو بغنى عن الألقاب. حلقتنا النهاردة مع شخصية متفردة. تعريف عنك كأهم موسيقي بلبنان وبالعالم العربي. إنه زياد الرحباني صاحب الخلطة السحرية. زياد الفنان، الموسيقي، الممثل، الكاتب، السياسي، المواطن الساخر حتى المرارة. يكفي أن نقول أن زياد الرحباني الأستاذ والموسيقي والمبدع والمسرحي والمناضل، حتى باتت تعابيره ومصطلحاته حاضرة في قاموس اللبنانيين اليومي. لأن نشاطه كان كثيراً، لأن مشاكله كانت كثيرة، ولأنه هو زياد الرحباني. كل الأمم، كل نص قرن بطالع عظيم. فبالثلاثينات طالع السيد درويش، وبالثمانينات طالع زياد الرحباني. أهلا وسهلا فيك. ما بعرف شو بدي أقول. هيدي قطعة مألفينها بالألف وتسعمية واثنين وثمانين. مش عايز فينا ولا مرة على مسرح من وقتها. ومش نازلة بالسوق دبكة كمان. في أيلولة عام 2014 التقينا زياد الرحباني في المركز الثقافي الروسي. عنوان الاحتفال يوم ذاك كان يشير إلى سنه 59 بزيادة. سوداوية العنوان تلاقت وخليط الغضب والقرف اللذين بديا في كلامه، وكأن كل ذلك كان يشي بفترة الغياب التي ستلي. إذا ما نحكي بالبلد إنه ما بنعمل شيء، لك إنه هلا بتنقطع الكهرباء بعدها، إنه معقولة كمان إنه ما في من نوى بلد تكون قاعدة عم تشتغل شغلة بتنقطع لك الكهرباء هيك 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 هيك، بيروحوا المكانات بيحترقوا، ما حدا بيعرف يصينوا شيء. شيء عايشين بالبرية نحن. على فكرة هاي الموهبة كل فترة بحضرها على اليوتيوب، بتعطيني معنويات. واضح كيف طلعوا وقتها بدون تحضير ولا حساب، انك شو عم تقول. ايه حتى ايه الكلمه زفره يعني ما بتضر يعني. لا ما بتضر ابدا. لانه خرع الجمهوريه هيك كلمتين. تعطل مشروع زياد بالذهاب الى روسيا لاسباب كثيره، بقي في لبنان. ولكن بعد فترة وجيزة من الكلام هذا غاب زياد عن الإطلالات الإعلامية وكل أشكال العمل أكثر من سنتين. كثر يسألون ما قصة زياد يتقلب بين انقطاعات تامة ونشاط كبير؟ ولكن أليست سمة الحياة التقلب بين صخب وسكون، ازدحام وهدوء، وبين اجتهاد وراحة؟ أليست الماكينات الرتيبة وحدها بمنتوجها البارد
تحضر على الطلب من دون انقطاع وبكبسة زر. تلك هي الماكينات، أما الحياة فقلبها نبض، وما النبض إلا سكون يفصل بين خفقات، وما الموسيقى إلا سكوت يفصل بين نغمات. وما الدليل على أن أعمال زياد الرحباني تولد من رحم الحياة إلا بكونها كالقلب سيلا تسيره انقطاعات. في 12 و13 من تموز عام 2018 انتهى الانقطاع بحفلين كبيرين في بيت الدين. هذه بيت الدين لأول مرة بتصير إنه منتج يجي لك بدي كتر الموسيقية. يعني أنا ماضي على عقد مع بيت الدين ب52 شخص كلهم سوا. بعد شهر وشوي بتقلي نورة جملات بدنا نعملهم 100. قلت لما بقى لحن نكتب لمية، قلت لي شوف شو بدك تعمل، بدنا نعملها بومبا يعني. في بيت الدين إلى جانب طيف فيروز طبعا كان طيف الأخوين عاصي ومنصور الرحباني حاضرا. عرف مظهور شي مثل النشيد، شي مثل النشيد كنشود بس صار أهم من النشيد طبعا، بيقولوا عليها بفخر الدين. صح والتشديد على أن أبوة المشروع الرحباني يعود إلى أخوين اثنين. لا فايق البناسي ده مين؟ فايق البناسي والناسي أخوين رحباني طبعاً. لا لا الأخوين رحباني. خلص 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 طيب. أنت عارف إن مشروعنا وطني بامتياز؟ وطني؟ إيه أنا نحن يعني أنت مؤلف لبناني وأنا لبناني كوندكتور وكوندكتور تاريخ لبناني ثلاثتنا لبنانية غير طوال نظام من الجنوب، أنا من بيروت وأنت من مطر، أساسا من مطر، أنا من العكار. العكار من رحمة رحمة رحماني رحمة أول ما يطبق أول فوتي أبرات رحمة كانت بدون الشوارع ولي يعني كونزوروكس قلت لك كونزوروكس كونزوروكس أول شيء صح. زياد كتب إكزرسيس ولي يا بيكونوا بالمحروسة يا بيكونوا بالجيش. قبل 48 عاما من ليلة بيت الدين هذه وهو في 14 من العمر، أعلن زياد الرحباني عن نفسه فنيا إلى العامة عبر أغنية ضلي حبيني يا لوزي وغنتها خالته هدى. صحيح رياض، مش لأنه ابن أختي بس زياد فنان موهوب. صور أنا مثلا عمل لي غنية كان عمره 14 سنة كان اسمها ضلي حبيني ضلي حبيني يا لوزي، وهلأ تسلمي لي لما صار عمرك 13 سنة فيك تغني لنا مقطع منها؟ رياض هلأ مع عبدو معلش بس نرجع نسمع عبدو كمان. زيادة الخير خير. ضلي حبيني يا لوزي وتضحك صورنا فوق المي، قديش حكينا وقديش مشينا بالغابة الخضرة وشو رح نوجينا، واذكري يوم اللي ركضنا سوا تحت الشمس. زيك الموسيقى شو هذا؟ هلا قال لي طارق مرسلينو. لا قال لي من يوم ليوم الزمنين قام من يوم ليوم هو عطامل ولا حديث مرسلينو. شو مرسلينو؟ فيلم اسمه مرسلينو طلب من الجمهور بالبندو. لا يستغرب زياد كثيرا النضج الفني المبكر
فالفن كان رفيقا ملازما لطفولته. عم تسمع تلحين كل النهار، مش انك عم تسمع موسيقى عادية، عم تسمع شخص قاعد يجرب على شغلة هي ذاتها كذا مرة، وبعمر مبكر بلش يسألني شو رأيك هيك ولا هيك مثلا، يعني حطني قدام مسؤولية انك تنقي. هلا مش ضروري ياخد برأيك، بس انه عم يسألك شيء بنفس الوقت كأنه عم بجربك، وبنفس الوقت عم بشوف كيف تسمعهم. انت دفعت بهالاتجاه ولا انت حسيت حالك بدك تفوت بهذا الجو لانه كنت بعمر صغير؟ ايه واضح بيك كان عم بشدك لهون. صحيح، بس انه انا بلشت طنطن على البيانو اشياء بي لاحظها، واجا صار ينوطها يقول لي وين سمعها، يقول له براسي، يقول لي طيب مش اكيد مش سمعها على الاذاعه ولا هيك، يقول له لا، يقول لي عيدها وجيب ورقه نوطه وينوطها، وعنوانهم ليعرفهم من بعضهم. لانه ضلك حابين اللوزي هي اللي طلعت، بس اكيد كان في محاولات قبل. ايه انت اي اول عمل تربط حالك فيه انه هذا اول عمل حسيت حالي انه شكلي عندي شيء؟ يعني انا ملحن اغاني لاولاد عمي، يعني مثلا ابن عمي غادي كان مسجلهم بالبيت بطابق تاني، كان انه نوعا ما هادي، واختي الله يرحمها كمان مسجل غنية، وابن عمي غسان كمان عمل له غنية. يعني في شيء من هالاغاني طلع رجع مع الوقت ولا بقيوا اغاني؟ في غنية طلعت حبوا بعضهم تركوا بعضهم، فيروز يا طبعا. ايه وفي غنية رجعت انعملت بعدين، يعني بكرة برجع بوقف معكم، هذه كنت عاملها مسميها بي عيد الأولاد. هيدي يعني قبل 71 عطيك هيدي، يعني عاملها يمكن عمري مش عارف من 6-7 سنين. بكرة برجع بوقف معكم، إذا مش بكرة البعض أكيد، انتو حكوني وأنا بسمعكم حتى لو لصوت بعيد. سر النضج الفني قبل بلوغ سن الرشد دليله ليس في أولى أغنيات زياد، فهو المولود في الأول من كانون الثاني عام 56، أنتج مسرحيته الأولى سهرية في عام 73. شو مين اللي بده يغني؟ المضام. حضرتك لمين بتغني يا مدام؟ ما بتغني لحدا بس لالي. وبعد عام واحد نزل السرور مسرحيته الثانية وهو في 18 من العمر. نزل السرور وين بحيطه؟ هون. هون المطرح كله يعني؟ نعم. فوق شو فوق؟ نزل السرور. هون وفوق؟ هون وفوق وهونيك وهون وين مكان والله ونعم. لا لأنه بدنا نعرف يعني. ثم وبعد 4 سنوات بالنسبة لبكرة شو؟ رئيس أول هاي تقيدها شفت من تعالى ليه؟ وخليك إنسان مسمع كلمة على عمي شيح وينيتك أو خلي. فيلم أمريكا الطويل عام 80. هون بالغربية حبيتنا كلها محمودات. شو عم بيصير؟ بدهم يخلصوا مني وأنا وحدي. مين قال؟ بلا هلا الإسلام مسيحي شيء مش مسيحي، ها محمودات كلهم. أحداث حوادث لبنانية، لبنان جديد طلع لحم بعجين. وخامس مسرحياته شي فاشل وهو في 27 من العمر. بدنا نخلي الشقب يعني عيوننا وضمايرنا، بدنا نخلي الإدارة الشرير اتكل على حد البلد وتلعب بمصايرنا لتحت الأرض. ذلك من دون ذكر الكم الكبير من الإنتاج الموسيقي المرافق لمسرحياته والمستقل عنها. حدا من اللي بيعزونا يسلم على اللي كانوا يعزونا ويقول لهم لولا عامل موسيقى أفلام لبنانية بالحرب منيحة، الله يرحمه سمير الغصيني، أفلام بوليسية وعامل فيلم مصري كمان اسمه الشاطئ البعيد قبل الحرب هذا،
وعامل مسلسل المفتش لياس متى كان يمثله وحيد جلال. وعامل أثار على الرمال. هذا نعرف لأنه هاي طبعة شاهين. لأنه شاف المسلسل مشي عملها 45 دورة يعني واحدة. لا يخفي زياد أن انطلاقته الفنية الأولى كانت انعكاساً لفن الأخوين رحباني في النمط والمضمون. هل بتحس حالك بالبدايات كنت عم بتقلد بيك وعمك؟ ايه كانت بهذا الجو. ايه والشي المعروف بالسوق اللي بيأكد هالشي هو سارية تحديداً. يعني كنت عم جرب أعمل عمل غنائي إذا بدك. انه في حوارين ملحن مغنيين واللي هو ما عاد جربت اعمله ابدا بعدين. وشو اللي نفرك منه؟ حسيت ما شغلتي يعني كتير الحوار الغنائي وبيعذب كتير. ويعني قدرت شو هالشغله اللي بيعملوها بالاوبريت اللي اسمها اوبريت قديش صعبه تلاقي بناء من اوله لاخره في حوارات مغنيه واغاني وجايين بسلاسه هيك يعني صعبه منيح. اسمك شغلك بعتك انا اسمي زيون عندي بالمدينه محل بيع صحون. بعد ظهورين خاطفين له في المحطه وميسريم وفي الساعه عينها التي ابصرت سهري النور عام 73 كان اجتماعه الفني الاول بفيروز عندما أصيب والده بانفجار في الرأس عبر لحن سألوني الناس التي لها رواية خاصة. رح سمعكم مقطع من غنية اسمها سألوني الناس. هالغنية اشتركي وفيها كل الرحابني. أنا نظمتها، الياس وزعها، زياد الرحباني لحنها، وفيروز رح تغني. سألوني الناس عنك يا حبيبي كتبوا المكاتب وأخذ الهواء. كان عاصي مريض بفرنسا وبدي أعمل أنا المحطة، حبيت يكون في قطعة يشترك فيها التلاتي. وكان له كلام تاني كاتب عمي الله يرحمه عم لحنه لشخص اسمه مروان محفوظ، سمع لحنه قال لي خلاص نسيه اعطيني اياه بدي جايك تقوله عن بيه. فاذا مسائب فرح او مسائب حزين مش معمول لقاله. يعني عمي قال لي انا هذا اللحن شايفه ممتاز بحط له غير كلام. تذكر شو الكلام الاولاني؟ اخذوا الحلوين قلبي وعيني مدري شو صعب بلاقي اتذكره. أخذوا الحلوين قلبي وعيني، أخذوا الليالي اللي عشناها سوا، هجروا الحلوين وما سألوا علي، يا مين يرجع أيام الهوى. لكن لما أجا عاصي، وعاصي كان يتميز بنبالي أخلاقية كبيرة، جمعنا ثلاثة نقل لي أنتوا جميع انتهازيين عم تشحنوا علي. أردنا بهدل كتير عاصي كان عنده نبالي وما بيحب هالأشياء، يعني اعتبر أنه نحن عم نصير شفاقة الناس تناخد شكسي. كثيرة تتالت أعمال زياد المغمسة بالطابع الرحباني حتى أن بعضها لليوم لا تزال تنسب إلى الأخوين رحباني. التسكن فينا المفرق تنطرنا وتشتت الدنيا ويا حمل شمسي وانا بيا مسح وما حدا نطرني. منذ البدء وكأن زياد في سباق مع الزمن، فمن كتاباته بين عامي 67 و68 التي عرفت لاحقا بصديق الله جملة يقول فيها ابن السنوات 11 تعبت
فجلست ومرت بي فتاة وقالت ما بك تجلس على الوقت. العلاقة بالوقت من الأمور القليلة التي لا تزال تجمع بين زياد اليوم وذلك الزياد. طب السؤال الثاني، بتحس حالك بعيد عن زياد الكفا صديق الموضوع صديق اليوم؟ أول كلمة. ايه كتير. ليه؟ لأنه عندك إن واحد عمره 13 سنة كاتب خواطر، إجا بي شايفهم وأخذهم طبعهم من عنده لسألني، أكيد مش هيسألني بغيرهم. بس أنت لما كان عمرك 13 يعني في كتير ولاد بتكتب يعني بتجيب إنه شيء لإلها، يعني هو طبعهم وما وزعهم على أصحابه بس ما باعهم. عمل 500 نسخة ووزعهم على أصحابه وإنه ليكوا إنه شو عم يعمل. طبعاً مبهوش فيه. سرق واحد منهم بعدين على البصار في نيابته ما نيابته. مش للبيع وما نزل على السوق. في منتصف السبعينيات كان الرحابنة قد أنجزوا القسم الأكبر من أعمالهم الفنية وثبتوا أنفسهم كالرمز الأبرز في الفن اللبناني. لبل إن قسماً ليس بالقليل من هوية لبنان قبل الحرب كانت من صناعة المشروع الرحباني الذي ضم عدداً كبيراً من الفنانين والنخب الثقافية، هوية وإن لم تكن انعكاساً لواقع البلاد السياسية والاجتماعية ولكن كانت أقرب إلى لبنان كما حلم به الرحابنة ليثبتوه بالصورة والرموز هوية لدى أغلب اللبنانيين. في عام 75 أيقظ دوي المدفع الحلم الرحباني ليتبين أنه كان أقرب إلى الوهم. هكذا بدأ زياد الرحباني في المضمون السياسي والاجتماعي لعمله الفني يتحول من وريث للمشروع الرحباني إلى أحد أبرز نقاد صورة لبنان التي نسجت على مدى عقود، وأبرز ساحات النقد كانت المسرح وتحديدا الإنتاج المسرحي الذي تلا نزل السرور. لا هي نقد لشيء الرحباني عملوه، صار في موجة منه، صار في ناس تأثروا فيهم كتير. يعني هالفولكلور اللي مركز دايما على غريب، عرفت كيف، وعلى ضيعة مقصومة وعلى في كذا إنسان اشتغل هالشيء يعني، بس كانوا اللي بالطليعة الرحباني بهالتيم نفسه إذا بدك على كذا مسرحية فولكلورية. هذا النقاش كان يصير بالبيت معهم يعني على مضمون العمل مش بس على الموسيقى أما شكله. إيه. مع ناس سياسي لا ما أنه بدك تعتبر أنه بس بلشت أشتغل هالأعمال كان مرض بيه. يعني كان يجي يحضرهم كل أسبوع، يعني يعمل جروب من أصحابه ويجي كل خميس يحضر المسرحية كل خميس. تزامناً مع انهيار البناء الفكري الذي أعطى لبنان 43 شرعية، كان زياد قد بدأ ببناء فكري خاص به اتجه به إلى اليسار لاحقاً، غير أن مدخله كان إنسانياً كما يتذكر في حادثة علمت به وهو ابن 9 من العمر. كنت روح على المدرسة على بكرة مع شوفير بيشتغل عند أهلي كتائب يعني. بس كان صديق يعني البيت والعائلة وهيك، كان في شيء بس تطلع من ساحة أنطلياس بدك تسلم الأوسترات في شيء هناك اسمه بطراكية الألمان، يعني في مثل إشارة هناك يجي ولد يعني ما بعرف قد عمره يمكن 7 سنين هيك شيء 7 سنين 8 سنين تحت الشتاء يعني يمد ايده ويخبط على الشباك يقول مصاري. انا عاد استعملت الكلمه بعدين بس بغير شكل.
يعني انطبع براسي بشكل خليني انه احس انه العالم انه كيف بيقدر يكون العالم انه انا كيف رايح على المدرسة معك شوفير وسيارة ايه وانه كيف انا بسرب عبيت وكذا وهذا عم بيقول مصاري من قبل الضوء يعني مش وحده بس هاي الصورة اللي كتير عملت لي نقلة براسي وطبعا عم تسمع وبلشت تقرأ الجريدة قد ما تفهم منها يعني مش ضروري تفهمها كانت بس تقرأها واعي انه في ناس فوق وفي ناس تحت بالمجتمع ايه. لم يتلقف عاصي انغماس زياد السياسي الذي تبدلت اشكاله وهو في سن المراهقة بصدر رحب. قلت له بابا انا بكرة رايح اعمل كتائبة وانتبهوا عمري 14 سنة كان شو بدي قول لي بي قال لي بي يعني نئز هو قال لي بابا شو رأيك اليوم شتت أول شتوة وكنا ببكفية يعني قاعدين قال لي شو رأيك بابا تروح مثلا تلم بالزق شو بدك بالكتايب هلأ وبعدين صغير بعدك هلأ قلت له مش تحت أمرك القصة أنا حاسس هالشي وهالشي بدمي والوطن بحاجة لإله قال لي كس اختك عاختها الوطن فوت لجوا ولا كلمة فخر الدين جبال السوان موسم العز جسر القمر عالي الشمايل محروسة يا غربة يا مهيرة العلالة اختك عاختها الوطن. رواية رواها زياد بداية التسعينيات عبر برنامجه الإذاعي ياه ما أحلاكم. أنا عدت كبرت قال وبعمر 18 سنة جيت بلغته لبي انه صرت ناقش على اساس انه انتو شو انت وعمي جماعة مبينين انه كل شغلكم هذا شغل مع السلطة جماعة كذا شو لبنان الاخضر يعني شو القناطر والمختار والساحة والمحبة والتفنيس على البشرية والغريب قال لي ليك بابا انت مفكر حالك شو وعمال انت حمار نحن إذا في من شيوعية هون نحن الشيوعية المضبوطين أصله أنه هني يعني هني وال يعني بي كان عنده موقف رهيب قديش حاد من الارستقراطية والبرشوزيين يعني أوف. إيه كان محيطه إيه بس أنه ما قدر يعني ما قدر فات بهال ما تأقلم أبدا وعنده يعني كان شيء شخصي على عدة أشخاص يعني من المحيط تبعه ما قدروا فوتوه على هالطبقة وضل هيك يعني كل حياته هو عمي يعني. إلى جانب الثورة في السياسة وحتى قبلها الثورة الأولى كانت على الواقع العائلي بمغادرة زياد بيت الأهل ابتداء من سن 14 متوجها بداية إلى بيت عمه الياسر رحباني وبعدها تدريجيا ليصل إلى صديقه جوزيف صقر قبل تحقيق الاستقلالية التامة. نسينا العمر الطويل. كان في شيء انه ما كنت ارتاح بالبيت نفسه غير قصة الخلافات الشخصية بين بي وامي بس كمان كان البيت ما ارتاح له يعني كنت حاسس انه فايتين مجموعة من الارستقراطية اولهم المنتجين عم بيجربوا حتى يصمموا البيت يعني اللي قاعدين نحن فيه انه هاي ما بتسوى بتنحط هون هاي بتنحط هون لازم يكون عندكم كذا بالصالون يعني كنت لاحظ انه البيت عم يتحول لشيء غير اللي بنعرفه نحن وبيك ما كان وبي كان يتمسخر على الشيء اللي عم بيصير كله يعني منه قابضه اوكي يعني الجو فعليا كان مثل عم نعمل علاقات اجتماعيه بس ما في قناعه بالتوجه وبي ضل فجاه يكون معزومين على محل كتير رسمي يمد ايده يعني على الـ على الـ على الجاط وام تصير ترقص انه مش هيك. قرار الابتعاد عن الحضن العائلي رتب على زيادة التعرف إلى مبدأ آخر كان له أثر في بنائه الفكري وهو أن لا حرية قرار إلا بقدر الاستقلالية المادية فبدأ العمل المكثف بعض الأعمال أصبحت واسعة الانتشار ولكن بعضها الآخر مصيره لم يكن كذلك. بنبلش من أوله لحديت خدي معك يا حب غير مقطع بصفحة Thank you.
تعيش عالسكت وشوشني. بس أنا عم تسجلي مع الموسيقية وتقبضي مصاري مش مع بي وعمي. يعني في موسيقى اسمه ستراك مثلا شغلني برقصة لرقاصة بتشتغل بالليل مغرم فيها هو وسمينا الأسواني خطوة سمر بالسوق. عملتها وأخذت مصاري طلعت مصاري يعني ومطلع عطانا شيء جوزيف شاهين عطانا اثنيناتنا كل واحد 150 ليرة وقتها. حيث لم يدري أتاح تركه المنزل أن يبلور هوية موسيقية خاصة به وذلك بتعرف أنماط موسيقية لم تكن مرغوبة في بيت أهله. في شغلة عملت معي هيك نقلة كبيرة هي أني تعرفت على ديسكوتيك بآخر الحمرة وقتها اسمه خد شيك مارديليان كان الله يرحمه. بتعرف بيجي الواحد كان دارش انه ينقلوا لك عكاسات من أسطوانة فرحت بلشت نقي قصص عنده سمعني لأول مرة على شيء اسمه جاز سامبا يعني ستان جيتس وجيلبرتو جواو جيلبرتو وأسترو بمرتو وهيك يعني خلقولي هولي صدمة إذا بدك إيجابية كتير انه لقيت فيه موسيقى ما احنا ما معنا خبرها أبدا بالبيت يعني أنا كنا نسمع بالبيت أكتر شيء كلاسيك وشوية مصري يعني متابع على شو بيصير بمصر وإذا في أجنبي يبقى فرنساوي كلاسيك أكتر يعني الغنية الفرنسية إذا بدك بسبب علاقة بي بالمنتج اللي هو سقفته فرنسي يعني فأجا نوع موسيقى ما مني وخاطر عبالي يعني كيف جاوب معه إيه وتأثرت معه دغري تأثرت فيه كتير بدليل أول شغلة عملتها تقريبا تقليد لإقاعات سمعتها هي موسيقى بالنسبة لبكرة شو اللي إذا بتلاحظة أول تجربة بعد السماع لاتيني يعني البيت كيف تقبلوا هالشي جديد الفايت على البيت؟ كنت صرت برات البيت ما تقبلوا أبداً ما حدا عز الخروج من البيت هو اللي أتح لك تتعرف على جديد بحكم المصادفة صح مش لأنك طلعت من البيت صار بدك تناقض شي عم يشتغلوا أهلك لا لا علما أن زياد لا يرى في نفسه قطعا مع موسيقى الرحابنة بل استكمالا لها أحيانا بطابع شرقي وأحيانا بطابع غربي وأحيانا كثيرة في منزلة بين المنزلتين مجرد فعل خلق لا يبحث عن تصنيفات محددة وجامدة. كتار من الناس يقولوا ليش زياد هيك ما بيكمل عاصي اللي بيكمل بيكون صدر هو كمل الطريق ما كمل الجملة الجملة خلصت مع عاصي وقت اللي راح زياد أخذ جملته وفات فيها ما بعرف إذا بدك تعلق على كلام اللي قاله أستاذ طلال حيدر اللي هو كمان صديقك يعني وقفت الجملة بس واحد عم بكفي الطريق إنه يعني هلا صحيح الكلام بيشبه الشعر شوي بس انه علمي نوعا ما اللي عم بيقوله شكرا للموسيقية كمان لانه قطعة ابدا مش سهلة ندق مع اجانب وبيستصعبوه ما بعرف ليش يعني نحن حالتنا ما نعاقل حدا بيدوق الدبس الرماني يعني وما بيعور اجنبي دايق الدبس الرماني وصفوا له ملعقة على الريق أو خلي التفاح لا يفهم هول لا يفهم هول
بيعملوا لنا موسيقتنا وبيبعثوا لنا اياها ونحن شو اوف ليك عندهم ربع صوت هن اخذينا من هون وبيعثوا لنا اياها او بيتعاونوا طبعا مع عرب عايشين برا وبيبعثوا لنا اياها بصيروا هون انه ليك فيها شرقي يا اخو المنيوكي ما رايح الشرقي رايح الشرقي من هون وضب وبعت لك فيها شرقي اكيد ما فيها الا شرقي أدوار سعيد يعني أهم شيء يعني قصة الثقافة والإمبريالية إنه إعادة تصدير الثقافة إنه نحن بس تجي موسيقتنا من برا نتعاطى معها مثل إنه شيء عظمة صار عندنا شرعية لكن نسمعونا برا والمضمون الموسيقي ليس الاستكمال الوحيد بين الرحابنة وبين زياد بس بيك شو كان يعصبه زياد؟ يعصبه عدم الـ يعني الإتقان الإتقان؟ الإتقان الإتقان إنه إذا واحد عم بيعمل شغلة بتكون مزبوطة 100% أوكي نعمل كوبلي بليز مع الغناء يلا مع الغناء لا مش عم يسمعنا هنا إيه هيك منيح؟ إيه وهيك؟ يا هني عيدوا بعض مرة وسمعتوا والإتقان في العمل جامع إضافي بين عاصي وزياد صراحة أنا عم تعملوا ديفيزي ما هيك أنا بفضل بحالتنا واحد يكون فوق بالقلب عن العادي واثنين تحت سيكوندا واحدة عم نعمل سيكوندا واحدة ولا ترجع وتطلع لأنو عم تعملوها ذاتس بريما يس سيكوندا Do it only trumpet and piano. 5-4. أنت والسكند. سكند. أنت ويا. 1-2-3-4-5. قلنا هو ويا. كيف؟ من الأول لازم يكون هيك. هاي عالرايب؟ عالرايب عالسناء بس حدا بيعملها بالعالم كيف؟ رم في شروب كادي الدقة اوكي كادي الدقة مش روب ما حدا بيدقة عالرايب كان ما عم يدقة عالسناء هلا بليت رحيت الرم مصبوط قبل أول ما بلقى رم بدنا بس عدد نعمل نحن عنا بروفة مع سيما بالبيت بعد المسح اوكي بعد المسح الليله ايه انا وياك وداني ايه ما في مشكله هو كلهم المسرح مش متعودين له اوكي بعد الساوند معظم بس اكيد ايه من بعد المسرح اكيد اوكي شو بدي اعمل غير الموجود والله بريد اخر شيء شكرا عليك معظم الأحيان العصبية التي ترافق البحث عن الإتقان تنتهي بمزحة أو أي وسيلة أخرى لإراحة الأجواء من جديد. فيك تروحي ترتاح. أنا برأيي تظهري من الطابق. إيه. هو طابق عليك لأنه ما فيه ولا شباك ولا حنفية ولا درابزين. ما فيه إلا جاد عم يوسي كل شيء. ذاتها كلها. راضية؟ ايه ما مبين في تصوير على اساس ما تبعت كيف غيرت الهيئة فيها كان لازم دلك وين عم تعمل مكياج لتنطرها بس تقضي وقت لما وقع في الصحيح هلا على جوابك اذا كنت جايب لك غرض ما رح تبقى غرض مهم مفروض كمصري انت تجيب Okay.
كبر حالك. عم تطلعوا مصاري البلد هاي كثير تجيبوا فيه اللي بدكم اياه. حشيش مقطوعين على حشيش مصاري. وين ببيروت؟ خيال هذا. هالشيء خيال على عبث. لا 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 انا تكابو تكابو. خلي خلي عنك. لا ترش شيء يا اخي هذا ما هذا كيف لحقت ترش عادي. اوكي شو هو الرش وليش مش مطلوب؟ الرش انه النوتة هيك بيعملها لانهم هيك بس عرب يعني كانوا عم يتغلوا مثل العرب رش بيسموه. فمتواصل هيدي منيحة تمرق. رجع دقة على البزق حدا تاني على البزق كانت أجلس وقلت كمان شغلة لفتر عازف البزق هو معود انه يقرأهم تقريبا مثل ما مكتوبين. حسنتها الغنية وقتها أنا حفظوها الأولاد هيك حفظوها يعني ضربت لأنا حفظوها الأولاد لأنا هيك فإذا نحن نعملهم هيك بصير معهم سكر على بكتير. نعم أكيد بيأكل كتير سكر عم نمزح يعني بس رجلك معود على الجالس يعني محروم من الرش معنا محروم محروم هذا كان جديد معنا شوي بس هلا مشي حاله خفف الرش هنا مشي حاله صراع الري هلا. وإن كان البيانو آلة زياد المفضلة والتي تعلمها منذ الصغر على يد أستاذه بوغوس جلاليان، لا يزال البزق الذي أخذه عن عاصي رفيقاً وإن لا يظهر به إلى العلن يرافق عزفه الذي يحمل محاولاته الموسيقية الشرقية في كثير من الأحيان، كما يثبت هذا التسجيل أغنية جديدة له باسم ليك يا حبيبي ليك. ليك يا حبيبي ليك شو صاير ليك مجموعة عالم حولك عم تضحك عليك ناوي تكفي هيك كفي هيك أنا قلت لك ليك. ليك يا حبيبي ليك شو صاير ليك مجموعة عالم حولك عم تضحك عليك ناوي تكفي هيك كفي هيك أنا قلت لك ليك. لا يحب زياد الكلام الموسع في الموسيقى، فبالنسبة إليه الموسيقى تسمع ولا يحكى عنها. في إيميل بعت لي حابب أقرأ منه جملة لأنه أنا بالنسبة لي حسيتها كتير معبرة. أنت كاتبه بالحرف اللاتيني أنا كاتبه بالعربي. بتصور الأسئلة لازم تضل بسيطة لتكون الأجوبة علمية لأن الموسيقى هي الأكثر تجريدا، فالموسيقى عرضة لا إراديا للفلسفة كونه عم بيحكي عن لغة عالمية تصور أدمئوية وبنفس الوقت ما إلها أحرف بدليل الولد بيتفاعل معه قبل ما يحكي والحيوان كمان وما مقرر يحكي.
فبالموسيقى احسن شيء انك تسمعها برايي، من هيك ما بتنشرح بالحكي. في ناس يمكن بالعالم بلا شغلتك بتعلم موسيقى ولا ايه، بس بيكون جمهورها موسيقي 100%. هيدي هي مبتدأ من ايقاع، ما بعرف اذا فينا ندق على الطاوله هون بدون ما نضج كثير. ايقاع الرق، عرفت كيف؟ الرق اللي هو بيستعملوه بالطرب اكثر شيء، وبدق ايقاع اسمه وحده كبيره، يعني طم طم. كنت وقتها شرحت مره وحده من الدقات، وحده من الالحان كانت بالمقابله مع طلال شتوي، زادت علاقتها فيه، زادت علاقتي فيه للموسيقى. يمكن اللي عم تقول عنه المثل هو كان انه عم جرب سمعه ايقاع معمول على البيانو، هو هلا تذكرته، هو ايقاع رق، يعني عم هالايقاع عم بدقه البيانو بدل الرق، وفي يكون الرق موجود يعني بيانو. المثل هيك وحده هين، هين شرحه، لأنه عم تسمعه سمع تبه مش حكي صح. وإن كان الكلام في الموسيقى غير محبذ، فذلك لا يعني غياب الوضوح في الصورة لديه عن موضع الإشكالية في الموسيقى الشرقية في لبنان اليوم. بس في سبب أنه نحن منقلد مصر كتير، بس مصر مش عم توقع بهالمشكلة. يعني نحن منقلد كل شيء، بس أكتر شيء مصر والغنية العربية طبعاً، بقى منقلد بدرجة عاشرة فبتطلع معنا. يعني إنسان مثل شيرين عبد الوهاب عندها ثلاثة أرباع إيقاعاتها ما فيها طبلة، بس بتغني شرقي 100%. بس هون بيجوا ليعملوا هيك بيطلع معهم شيء اسمه من قبل الحرب اسمه فرانكو أراب. ذبحنا الطبلة وهز الورك، اجتهم الأرجيلة وتغيير السلوليرات والفيسبوك، انتاج بانتاج، يعني شعب منتج 24 ساعة. عم يبلشها بيس بالعادة، هو عم يبلش بعمل شيء هيك شيء انت؟ طيب مثل الجام ببلش مثل سمعتها بمصر يعني. اوكي سمعني يا بس لاحظت شغلي بالمركز الثقافي الروسي على دقة موسيقى إذا ماني غلطان، مقدمة ميسر ريم، مقدمة ميسر ريم بتصور إن دقت إيه؟ صار في موسيقى، في غير في ناس تقول آه على الموسيقى. أنا مسألة والله أنا ممنونك على الخبرية. عندي إياها مسموعين بكرة بفرجيك فيها. إيه بدنا إثباتات عشان أحرجيك الإثباتات. الناس شو عم بيطلبوا أغاني؟ دايما الغنية أو الموسيقى أو شيء، مش لازم ينسى الواحد.
الاعتراض على التقليد الرديء في الموسيقى الشعبية لا يعني بعداً بين زياد وهذا النوع الذي يفضل أشكال توزيعه أحياناً على التوزيع الموسيقي الذي يقوم هو به. بعتولنا attachment على الواتساب. أول مرة بحس أن الواتساب مفيد. ناس بعرس آخر شغلة أنا ما عاش فيه اسمع غنية ما شاورت حالي بصوت فيروز على فترة بس سمعت هذا العرس بحراء وشباب ما معهم ولا مرة كمان عم بيغنوا ويدبكوا ماشي عاملين له تصميم وبدال الموسيقى مش طالعة معهم كتير لأنه فيها كذا آلة جايبين مجوز طويل الله أكبر مش شايف منه أنا يا ريت تمرق منها شيء حبيت ما حبيت ما شاورت حالي اليوم تكاد تكون أيام زياد الرحباني كناية عن ساعات تمر لسماع الموسيقى وتأليفها وعزفها وفي جعبته الكثير من الأغاني والموسيقى الجديدة التي يعزفها في حفلاته المتنقلة في المناطق. بونسوار أستاذ ربيع كيفك؟ أنا رفيق شو بدك تعطينا اليوم شي حلو؟ اليوم بدنا نغني رفيق الجماعة سهرانين الجماعة سهرانين ايوه من صيدا الجماعة سهرانين والحرارة 40 وانت نايم فين يا حزين ما تقوم بقى وترق وتلين عم سمعكم مطلع لغنية مش كامل بس إذا بدنا نكمله غنية جديدة يعني هيك طلبنا عدم التسجيل والتصوير تقطعوا لنا برزقنا يعني هذا كله اليوم ولكن في أيام الحرب الأهلية وضع زياد الموسيقى بعيدا من رأس سلم أولوياته الذي تصدرته الكلمة بأشكال تعبيرها المختلفة تسمية بالأسامي اليوم بعضها صعبة لأنه في حالة من الفوضى المسلحة كمان بالبلد يعني وفي حالة من اللاديمقراطية اللي ناتجة عن هالفوضى يعني بعكس ما بتصور الواحد أنه في حرية يعني الحرية ميلة على الفلتان أكثر من على حرية حرية القول الحقيقي في حالة من الضياع مطبوع فيها أي شخص منا يعني وما عاد تعرف بالضبط مجرى الأحداث كيف تحول يعني
سوا ليوم اللي بيعتق يا وطني الغيب رح نبقى سوا من يوم اللي تكون يا وطني الموج كنا سوا ليوم اللي بيعتق يا وطني الغيب رح نبقى سوا تاجك من القمح مملكتك السلام شعبك بيحبك لا تبرد الشمس ودوقف أنعشت الحرب اللبنانية زياد، حركته تسارعت، إنتاجه تضاعف، أمله بأن تنتهي الحرب بمستقبل أفضل كبر. بالنسبة لقبل، بما أنك عايشت المرحلة تبع الحرب الأهلية بلبنان، أنا كتير بسمع ناس من هيداك الجيل عم بيقولوا إنه يا محلى بالنسبة للبنان وضع وقتنا. أنا بدي أسأل رأيك أنت. أنا على الأكيد بقول لك، ومش إنه عم يعني عم تعملي خبرية إنه سكوب أو شيء، كنا نشتغل أكثر. أمينة شو السبب؟ كل الناس كانوا يشتغلوا أكثر. لأنه أنا بقول لك كان عندي أمل إنه ممكن هالشيء رح يطلع منه شيء، إنه مش معقول هالقتلة والدمار كله ولا شيء. غضب يحمل ثورة وثورة تحمل أملاً بتغيير حقيقي، غير أن الأكثر إنعاشاً أيام الاقتتال أنه في بلد لكل مواطن فيه لغتان أو أكثر، واحدة داخل منزله والأخرى أمام الآخر، ولكل آخر لغة مختلفة يخاطب بها وأخرى أمام الشاشات والعامة من الناس. أتت الحرب لتوحد اللغة على ما هي، لتظهر المجتمع على حقيقته، حتى المسرح لم يعد كافيا. فبدأت تجارب زياد الإذاعية، وأولها برنامج بعدنا طيبين قولوا الله، الذي دفعه باتجاهه جوزيف سماحة عام 76. صحيح في اشياء مشتركة، واحد يضحك عليها يتسلس. من بداية الحرب، من أول ما أنا يعني انتقلت للمنطقة وتعرفت الأخ يوسف سماحة بالدول العربية اسمه يوسف سماحة. بتذكر سحب بيغني يوم جو إذا بتغني حسب المعايير حبك جو اسمه. لا مثل مروان محفوظ واسمه أنطوان محفوظ. ايه ايوه. بالنادي ولا بالحي ولا بالجريدة ولا؟ لا والله صراحة مش كله مع بعضه، انه لا شو بالنادي او بالحي. بالإذاعة كانت، بالإذاعة كان في سيطرة تامة على الإذاعة. بالبداية كانت الحركة الوطنية مسيطرة على الإذاعة اللبنانية مع الانقلاب هذا. لا لا 76 رفت يعني بالتنسيق مع جيش لبنان، مع جيش لبنان العربي وربيع الخطيب ومعه فردة الأدي كان وكذا لما كان ما بعده منه مدفع صغير حيو شيء صغير شكله سلاح فردي هذا تمام بقوص فيه من الإجران لأنه ما بينشاف يكون قصده يقتله مع مصيب. سامع بالحابل والنابل؟ الحابل والنابل؟ اه الحابل والنابل اثنان. واحد حابل وواحد نابل، سامع فيهم؟ الحابل والنابل، اختلط الحابل بالنابل. ايه ايه ايوه ايوه. اختلط الحابل بالنابل، اختلط الحابل بالنابل، من روقها ما بتروق بيكتر ضرب الأنابل. اختلط الحابل بالنابل، اختلط الحابل بالنابل، اختلط الحابل بالنابل، اختلط الحابل بالنابل. وهلأ جاي قوة ردع وجاي وقلبها بدها تحاول، لك يلا خليها تحاول. غير أن في الحروب سلاح الكلمة يصبح تعبيرا مجازيا غير كاف. انغماس زياد السياسي لم يكن يحمل المجاز وصولا إلى حمله السلاح. أساسا بحرب السنتين تحملنا سلاح.
مش حرف سنتين حتى لوقت صبرا وشتيلة كان عزة. هل تؤمن بمعادلة الجيش والشعب الوطني؟ بس إذا كنت بدك تحمل سلاح بدك تكون يا ناوي تكون مدرب 100% حسب شو ولا وين بدك توصل بالسلاح، يا فيك تكون بموقع مثل ما كنا، لأنه كنا يعني مش بصفوف أمامية، كنا ما بدنا نفلنس على العالم. إذا كان الأمن والأمان الفكري السبب في انتقال زياد من المناطق الشرقية إلى المنطقة الغربية لبيروت تدريجيا ليجاور رفاقه اليساريين مع انطلاق الحرب، أتى البحث لاحقاً عن الأمن والأمان الجسدي ليصبح مسكن زياد متنقلاً بين مناطق عدة، أيام يتذكرها زياد اليوم من بوابة الجنوب والمقاومة خلال حفلته في قلعة شقيف. جنوب يعني أهل الجنوب بيعرفوه، أنا عشت تقريباً كل الحرب بالجنوب، كتير ناس ما بيعرفوا معظم الحرب اللبنانية عشتها بالجنوب، لأنه كان مسكر علينا المناطق الشرقية وآخر شيء سكر علينا الجبل كمان، فكان طبعاً كان أريح بكتير، جزء كبير بصيدا وجزء بالنبطية غير المناطق الضيعة المتفرقة بالإقليم وبالمهم. بس أنه ما قعدنا بأوتيل بالجنوب، ما كان في أوتيلات وقتها. اليوم نزلنا بأوتيل المجمع مع أنه الحرب الإسرائيلية اللبنانية انتهت، بس أنه لا يعني طلبنا شغلي على الأوضة، أجيت معلقة بحجم افتكرت ملخبط، قلت له معلقة لشخص، قال لي هي معلقة بتوحي أنه ضد الإسرائيلية. مشي الحال، طلبنا آخر شيء طاووق، يعني طاووق ما بعرف انه هي كرم هي للغرفه بس هيك بفتكر كلهم عم ياكلوا نفس الطاووق بينرمى على الاسرائيليه، يعني الفلسطينيه بحجار هون بطاووق بيمشي الحال. اخر شيء فتنا على الحمام، عفوا بس في تفصيل مهم، في شيء اسمه شطافي، يعني الله عنه اختراع منه، هي غلطت وكبستها، جيت واقف على المغسله ما بعرف إذا صارت معهم، يمكن مهتمين بغرفتي بس أكيد ضد شارون هيدي، مع أنه رائد في استنفار. مع تقدم السنوات راحت الحرب تتحول على مرارتها من وسيلة لتحقيق تغيير في النظام السياسي إلى حرب عبثية بلا طائل. هذا التحول في الأوضاع العامة بدأ يرافقه تحول يظهر في أعمال زياد من الأمل الذي يرافق أي عمل نضالي إلى سخرية ترافق العجز أمام الواقع المتداعي أمام عينيك. ولك لا تعمل ثورة عن نظام، لازم أول عآخر يكون في نظام. حيلا نظام، بس نظام شي نظام. طبعا الكلمة في الحروب أشد إنباء من النغم، غير أن ذلك لم يعني انقطاع زياد عن الموسيقى من ألبوم هدوء نسبة إلى موسيقى المسلسلات والمسرحيات والأفلام. أنا حطيتها على البيانو. صبر صغير صفحة كمان. كان يطلع صفحة وقت التصوير. بدك ترجع تمثل الجريمة كيف حطيتها.
احكي قول اذا قول كنت حاططها على دقة خباطه بالعلامة بتعرف شو خباطه الا بالانجليزي شو داك يعني صغير عم يغني للتاكس خباطه بدا 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 مو عم يتفرج على لا قول لا لا كلا كلا أنا شاهد كله أنت شاهد راح تصير ويبقى ألبوم أنا مش كافر أبرز الأعمال التي التقى فيها شغف زياد الموسيقي وانتمائه السياسي ليكون العمل الوحيد الذي غناه بصوته بشكل أساسي ووراء ذلك رواية. كان في ظرف انه جاب صار على اثر شيء صار معه انه وقفوا بالمجلس الحربي يومين وقالوا له انه بدك تنتبه يعني انه بدك تشتغل مع الزلمة بدك تدير بالك كان متعرض لقصة من جواك اللبنانية مش مسترجي يجي لهون لانه اعتقلوا فترة ايام ليلتين بالمجلس الحربي على غنية اشرفية اشرفية وضل كل فترة فيلم امريكي طويل هون ينام على الطاولة شي خلصي قبل خلصت مسرحية قطع عبيته بأرض مطروح أنا مش كافر بس الجوع كافر أنا مش كافر بس المرض كافر قرري قال لي أنا رح أروح فترة على قبرص بغيابه بلشنا نشتغل عليه بالشيخ لا ما كان في تصميم قبل أنه الاتصال بالشيخ إمام بس إجا الشيخ إمام لهون كنا مسجلين غنيتين ثلاثة منه وسمعناه أنا مش كافر وحبه كتير بالوقت اللي عم نحكي نحن وياه إجا مدير أعماله وقال له قوم بدنا نفله قال له خلينا نبقى شوية حسيت أرمى بسبب ما ما عرفت ليش شو هو وهيك صار أنا مش كافر بس البلد كافر أنا مقهور في بيتي ومش قادر هاجر وعم تاكل اللقمه بتمي أكلك قدامك يا عمي وإذا بكفر بتقلي كافر معمم عالدول الغربي ومبلغ كل المخافر أنا مش كافر كوني بكره الصيف وبعشق الشتوية هي والالحاف وبيصطفوا لما يقولوا بكره الطقس الصافي والحرارة بالداخل بتشبه اسم جوزيف هذا اللي في منه كتير وبيمرق ما بينشاف حقي اكره الصيف وكيف بلش غورباتشيف بلش كرهان النجمة وعدى وهاي وجه الضيف بلش كرهان النجمة وعدى وهاي وجه الضيف بعالم في مجاعة ممنوع يكون في صيف بعالم لا عدالة بيسوق للبطالة ممنوع يكون في صيف صيف بيشبه عالم بالمرة ما بيشتغلوا غيرهم بيشتغلوا هن شغلهم الكيف ما هو الشعب الأسود ما صفى أصلاً أسود إلا من كتر الصيف عرفتوا شو هو الصيف بحسوا بيجي وبيلزق مثل أتقل ضيف هل يعني في شيء سابل بس كتير له ما بتركبها لا لحن هذي أكيد طويلة لا بدك تلاقي لها حل شفت بيضناها بين وتحريك لانه مشان وزنك في اصعب من هيك بتحط له لحن لا بس قصدي طويله لا ناصر هاي انت الحين فيك ما تعيدها مش عم نعيد شيء بس كلها كوني بكره الصيف لكن اذا كانت الموسيقى حره من العقلانيه على قول زياد كلام أغانيه ليس فناً للفن ولا مجرد تعابير للاستهلاك السريع بل يعكس في شكله التعبير اليومي الصريح أما في مضمونه فكثيراً ما يحمل قضية واضحة محورها الأساس رفض استغلال الإنسان للإنسان بيعذب الكلام فيه
بس نوع الكلام اللي بتكتبه في بيدخل فيه العقل وبيدخل فيه عرفت كيف انك تحاول تضلك طبيعي وانت عم تألف يعني صعبين عكس بعضهم يعني قاعد قاعد على طاولة او ببيت او بمكتب مجرد قعدتك هي مش شيء طبيعي لك عم تعمل شيء ايه يعني انا معظم مطالع الاغاني طالعين يا ماشي بالشارع يا راجع على البيت يا ارتيب مش على الطاولة مش انت وقاصد ايه بتقعد تكفيهم على الطاولة بس هن طيب الموسيقى ما بيصير نفس الشيء بلا فيك تقعد تقول هلأ بدي لحن لا بس في اكيد فيك تقعد تقول هلأ بدي وزع الغنية لانه بيدخل شوية فيها علم وهي الآلة فيها تعمل هيك هذه الآلة ما فيها تعمل هيك بس اللحن كيف يطلع أرضا لما ما فيك تقول هلأ بدي طلع لحن فيك تطلع شيء بس ما هو عازين شو هالأيام اللي وصلنا لها قال إنه غني عم يعطي فقير كأنه المصاري أشاطت لحالة عهيدا نتفي هيدا كتير حلوة دي حلوة دي حلوة دي تعجن الفاكرين بإحدى أصدقاتك الموسيقية بنشوف هالأيام بتقول فيها الغني عم يعطي فقير ليش مستغرب من هالأشياء؟ الغنية بتحاول تقوله مش إنه هو عم يعطي فقير هذا معاشه عم يتصرف كأنه عم يعطيه مش إنه ضد توزيع المال توزيع المال أساساً حل عوجة لما تعترف إنه في طبقات وفي استغلال من اللمة اللي بتصير بالكنيسة للي بتبرعون للجامعة للصناديق اللي بيحطوهم بالسوبر ماركت هذا كله تبييض نوايا مت كيف في تبييض أموال يعني عم بيعطيك معاشك كأنه هو مفضل عليك وبيفضل تشتغل بلا ما يدفع لك هذا المصاري كل المصاري اللي مطلوبة ليه ما بتنعد وما بتنقاس أصلاً مش جاب الناس مسحوبة ولازم ترجع عجيام الناس هي دي هي دي هي دي هي هي دي هي على شو مسنون على شي مش موجود عم تغلط وتزود علي نظرتك للمرأة واضح هي إيجاليتار يعني هل هالشي هو نتيجة الفكر السياسي اللي نمي لاحقا أم نتيجة التجربة العائلية التجربة العائلية إنه المرأة مش لازم تكون ضعيفة الفكرة هل نتيجتها تجارب سائبت سيئة ولا العلاقة اللي بدك إياها من المرأة منا موجودة بهالمجتمع لازم تكون موجودة بس إنه مش أنا ما التقيت فيها يعني التقيت بنماذج تبين انه مش هي هاي يعني يا انا المشكلة يا هن المشكلة هلا هذا مين بده يحكم لك حدا كان يعرفني كيف كنت عايش بس انه انا بحترم المرأة كتير و يعني اي مرأة عشت انا وياها فيها تقول لك انه يعني لا كنت حجرة بوجه حريتها المطلقة اذا بدك لدرجة انه كنت يعني خانوني ثلاث نسوان اللي عشت معهم يعني مش انا خنتهم انا اخر شيء بلشت يعني بتعلم بس السؤال هون بصير انه نظري يعني ترد الاجر كيف لك تفرق معاي تفرق ما بتفرق ما تفرق قصة مش هاي مش فرقه معاي وفي الكلام مكان حر لزياد للهو والسخرية والمزاح وعلى ذلك شواهد كثيرة كانت صافية صارت عروسة نامت يا نوسة صحيت مدارة يا سلام
شوي غريبة، ضربت يا معلم ضربت، لا اللي نفوز اللي هو صحافي حابب أسألك عنه شو خلفيته. هاي طلب هو وقتها انه بده يغني، قال لي تلحن لي غنية، قلت له ايه، قال لي انا صوتي بس هيك بحس فيه غني، عملناها غنية. بس شاف الكليب تبع، انت شفت الكليب؟ لا انا شفتها موسيقى. بدك تشوف الكليب انت، بس شاف الكليب هو عم يركض على شط البحر وسلو موشن وهيك، وقفها دغري. بس قالوا للام تي في وقفوها دغري، انعرضت شي جمعة بس. بدنا نبش لك عليها. حبسنا عليها يعني. كليب لأنه شرعي. إنه أنت شو اللي سويته بالضبط يعني؟ سجلناها عاسطواني عالوجه الأول والوجه الثاني. غنية بتقول لا تنساني. لا ضربت يا معلم ضربت عينك، ما تصدق شو ضربت، كل الناس اللي سمعتها قد ما ضربت ضربت هربت. قد يكون في كلام أغنياته أكثر من موسيقاها ما أثار الجدل في ابتعاده عن أسلوب الرحابنة ومدرستهم الشعرية. يعني هي أمي وقت قلت كلمة ما حللتها بكيفك أنت، لو ما حاب الغنية كلها قلت لها لازم تلاقي محل، قلت لها شو فيها حللتها، شو بورنو هي يعني، ما حللتها، زعلت بوقتها وما حللتها، لقيتها طبيعية مع الوقت. قبل كيفك أنت وبعد أنا مش كافر سنوات قليلة كانت كافية ليختم زياد فيها أحلامها بداية الحرب الكبيرة بالشمع الأحمر، مع تصريحه الشهير في العائل زيني الذي يعلن فيه عزوفه عن السعي لتغيير البلد ليصبح طموحه أصغر من ذلك. أنا ما عم جرب غير البلد ولا عم جرب غير شيء، أنا عم جرب بس ما خلي هالبلد يغيرني. تطور الحرب في المنحى الذي أخذته لتصبح مجرد اقتتال طائفي عبثي كاف لتكسير أي حلم بتغيير جذري في النظام، ولكن ما أسوأ من هذه الحرب عند الرحباني سوى السلم المذيف الذي تلاها. إنه مش معقول هالقتلة والدمار كله ولا شيء. طب ليش هلأ الشعب طلع منه 90 إنه قالوا للبنانيين خلصت الحرب، مش عزوكم مش عزوكم خلصوا يعطيكم ألف عافية. تفضل. ايه طبعا. ايه غنى مشاعر وكذا صحيح. ايه هذا ما راح تنفع بشي. اوكي هاي شو هني عسكر هاي الحل هاي الحل بيني عندك من اول. ايه بيني منيح. شوف لي هاي وراء كيف يضحك انت. ضبنان سوا ملايكة هو وين بتلاقي منه هو عندك. إذن بس يخلص من هذا يفلت على هولكم يا عين. تفضل هاي ولا هاي؟ هاي لو الأيام منيح. هاي مش باللبنان. بس إذا ضلوا هيك إيه لا مش باللبنان. هاي هون بالبيكاديلي بال85 أسوأ من هذيك الأيام راح يكون فيه. صحيح. وهاي بال93 هاي بالحرب هاي بالسلم هذا ال إيه هذا الغريب هذا السلم ذاك الدخن. بس عرف تشوفه منيح. هذا خيو للشهيد ولو؟ هون راح خيو للشهيد. هاي راح. ليش شعبها؟ شو صاير بالشعب؟ لأنه أكيد سامع من اللي قبله كمان الجيل الجديد سامع قديش كوليكي راح على الفاضي كلهم، وحاسس هو كمان بعضهم مكفيين. يعني بدك تفهم يا شاب ما بتعني له شيء الجريدة أو ما أنا بستغرب واحد ما بيقى جريدة، بس بدي جرب حط حاله محله. إذا اللي قبله مش قادر يخبره ما عرفوا يكتبوا كتاب تاريخ. يعني كل واحد بده يكتب انه هو انتصر. شو بتعلميهم للجين؟ ولأن المصائب لا تأتي فرادى،
فقد تزامن بدء السلم هذا مع انهيار المعسكر الاشتراكي العمود الفقري للمشروع السياسي لأي شيوعي، غير أن زياد قرر مواجهة الهزائم بالتشبث بالقناعات بغض النظر عن حسابات الربح والخسارة. هل أنت بتقول أمام هزائم بتقول شو اللي عملته بسياسة غلط؟ بس أنا يصعب علي يقول أمام هزائم أنه حق الإنسان بالتعليم بده إعادة نظر، أنه الإنسان لازم يكون متساوي مع إنسان آخر أمام حقه بالطب، هاي ما بتغير. أنا بالنسبة بتغير هاي. في هذا الجو عام 93 وبعد غياب 10 سنوات من المسرح، بدأ عرض مسرحية بخصوص الكرامة والشعب العنيد التي تلتها تتمتها بعد عام لولا فسحة الأمل. مسرحيتان كانتا محور جدل كبير بين مثنين على العمل وناقدين له. مخبى يا خرا، ماذا الذي يحصل؟ إنهم يتحسبون آخر شهر كل شهر. يعني كان عندها مشكلة المسرحية أساسي تقني، هو أنه ما فيها بطل، يعني والناس تعودوا أنه على شغلة مثل محورة على حدا. كان في مجموعة مشاهد هن أمور بتحصل بلبنان بكل مناطقه كل يوم، يعني بطولة إذا بدك الناس، يعني الحرفيين على جميع أنواعهم، المرأة اللبنانية، الدولة كيف تتعاطى مع الناس. وما كان فيها لأول مرة ما كان فيها ذكر للطائفية أبدا، كان في أنه مشكلتنا هلأ بس انسحبت بمقدمتها، أنه انسحبت كل الجيوش من لبنان وبقي الجيش اللبناني على كل الأراضي اللبنانية، هولي هن اللبنانية، أنه في عندهم شيء مشترك صحيح بس شيء عاطل، مش مزبوط انه ما في شيء بيجمعه. صح، هالشيء هالنموذج اللي هو عرفت كيف كذاب ومدعي و ملعبجي. يعني هي المسرحيه تقنيا كان عندها هالمشكل، لانه ما في بطل، كان كل مشهد لحدا زبط والعالم ربطن بالبطل، يعني ما في قصه. ايه بالضبط. حضرة الضابط، ماذا يدور امنيا في لبنان؟ اني ادور وحدي. غير أن أبرز ما قيل في مضمونها السياسي كان للراحل جوزيف سميحة بمقال له في جريدة الحياة عام 93 بعنوان لبنان 2003، رفيق الحريري أم زياد الرحبيني. أنا بتذكر منيح المقال. في مقطعين أخذتهم منه هاي بقراهم، برجع هلأ بعد فترة كيف تشوف هاي المقال. اسمان ترددان على شفاه اللبنانيين جميعا، رفيق الحريري وزياد الرحبيني، تخيم ظلالهما بتفاوت على لبنان، خطان متوازيان في الشكل، يريد الأول كما يقول مريدوه إنهاض الشعب وأعمار الوطن وأحياء الدولة، أما الثاني فيدعي علنا أن الشعب مهدد بالغرق جارفا معه الدولة والوطن. الحريري تفاؤل، الرحباني تشاؤم، اللبناني تشاؤل. أكثر من شخص قال لي أنه يا خي العالم جاي مع بداية عهد، موعودين بأنه بده يقلع البلد، جاي أنت تكسر على هالشغلة بوقت الناس ما بدها تسمع الحديث. هذا تاني مقطع بيقول فيه بآخره أنه الخطة الحريرية متواضعة وطموحة في الوقت نفسه، ومجرد تداولها والنقاش حولها والردود عليها دفاعا أم نقضا تقود إلى إشاعة جو من التفاؤل البهيج. لكن ثمة خطرا مؤكدا في أن تكون الخطة فقاعة سهلة الانفجار، ولا أبشع من مواطن ملوث بقايا أماله وطموحاته، ولا أكثر منه عدوانية، لا يعامل من خدعه بصفته المسؤول، بل يصب غضبه على من ثقب الفقاعة. يعني ما بيحط الحق إلا على اللي عم بيشيل الأمل، هون أنت كنت عم بتشيل الأمل بوقتها. صحيح، وهذا الشيء لقيته بوقتها بالوسط السياسي كيف فعل مع المسرحية. إيه؟ مش بوقتها يعني. لا أبدا، عم بقول لك كان في نسبة من الحضور يظهروا أوقات ما يكفوها. بس كان ملفت انه الجرايد كتير ثبتها، دايما يلتقى طلاب تجاوب بنفس الصحيفة، طلاب من اللي حاضرينها. كانت ظاهرة وقتها. حبيبي
قلب واحد نحن هيك وانسى الله على الايام تقبرنا تقبرنا حبيب قلبي اخوي كل حياتنا اسنان ايوه مسحيه كلها حاضر يا خيي نحن شو في بيناتنا وينك يا زلمه يا الله على الايام بدهم يفرقوا بيناتنا حديث معك كلنا حواجز وهميه بيناتنا ما حدا بيفرق خيي شو هيدا مسلم مسيح قلب واحد ما في هو بتفرقنا شعب واحد بوس خلي ليك بس يا شباب انا فزعان من كثره هالمشاهد التبويس اللي هولي اجانب ما بيفهموا بهالقصص يعني بعرفوا مش لقد على شيء ثاني مثلا منذ ذلك وحتى اليوم ومع كل عهد سياسي مستجد لا يزال الأعم الأغلب من الناس يتمسك بأمله الملوث ويصب غضبه على من يحاول ثقب الفقاعة المزيفة التي يعيش فيها. لا عجب في ابتعاد زياد عن المسرح مذ ذاك مع دوران البلد والناس على أنفسهم بسباق محموم نحو الهاوية. جوعانين بنسمع مش بس يعني صدقني بس انه مش عم بيطلع معي لانه هو ذاته شيء يعني بدهم يتسلوا الناس يعني الطائفيه ما عم تتغير بس اذا بتعمل مسرحيه ثانيه عن الطائفيه رح تقول لك الصحافه والمثقفين هذا تكرار صارت معنا بيقول لك هذا تكرار طيب انت لك 30 سنه هيك مش تكرار بس انا اقول لك عن الموضوع نفسه بغير طريقه تكرار انت إذا بدك تحكي المسرحية عن لبنان وهذا اللي بيكونوا ناطرينه الناس بشكل أو بآخر. طيب برأيك منين بينفتلوا بعد الموضوع يعني؟ منين مرة بمطعم، مرة بمستشفى، مرة بناس عم بيحضروا المسرحية، وين بينفتلوا؟ صعب منها. يعني عندنا مسرحية عم نحضرها ما لها علاقة بالحرب بس خلفيتها حرب، بس قصة عائلة جوا. من هيك آخر مسرحية قلنا من منتع فيها من 88 اسمه مارتن رح نعملها فيلم رجعت على الفيلم كنت فترة عم تقول بركي بتعملها مسرحية لا لا بنعملها فيلم وبرجت طبعها صغير لأنه كمان فيها وحدة مكان هي على أساس جاهزة تكون مسرحية وإذا هالفيلم مشي لسبب ما يعني أنه حبوه الناس مع أنه قصة خاصة مش سياسي وبلد وكذا مش الوضع اللبناني اللي ناطرين عليه العالم تنبؤاتي يعني انه شو استاذ شو معقول يصير هلا اذا واحد بيسال كانه في حدا بيضحك لحاله ايه كانه في حدا بيعرف شو معقول يصير يعني في خصوصيه بكلمتين بالنسبه لبكره شو يعني مصره عم تحرجيني كثير وحياتك لو شايف شيء ما بكس فيك يعني بسمع حتى لو ما انا صراحه عايش كل النهار بنهاره يعني ما بفكر بكره بس اوعى شو فيه هذا بالنسبه لي ما تنسي كمان انه انا ما عاد عندي امل قدك يعني بعمرك لازم يكون عندك امل اكثر منها هلا انا عندي بس وين رايحه فين استعمليه دغري اكيد اذا فيك معلوم سالي لا هي راسها طارق كيف حدا بيكون عنده امل بيسال واحد يعطيه امل ما عنده امل المفروض ما تسالها شيء ما رح نسألك شو رح يصير هلا لأنه صعب السؤال افتكر صاروا كلهم أنا صاروا ورانا يعني منا هيني واحد قاعد مبسوط إنه ما عم بيعمل مسرح لا مش مزبوط ومش استلشاء مثل ما بتقول صعب صعب البلد صعب من صعوبة البلد يطول الكلام في سياسة اليوم كثرة الكلام على نقيض قلة الأمل من أي تغيير فعلي في أوضاع البلاد البلد نموذجي ليكون عندك يسار أوضاعه كلها يعني الطائفية والتقسيم بالعقل وبالمناطق والوضع المعيشي هذا الزروة نموذجي ليكون عندك يسار أحسن من هذا بكثير
ليش؟ الحق عليهم، الحق على القيادات الموجودة، ما في ولا يعني ما بعد للعشرة قبل ما أقول لك إياها. من عند جورج حاوي وبالجاه يعني بيقروا وبيقولوا بيانات يا زلمة، إنه بتحذر قبل بثلاث أسطر شو بده يقول. ما في واحد عم يخترع كلمة يقولها للناس، فتيب بتحس البيان أنت بتعرفه اللي بده يقوله، والناس بتحس يعني. ليش تجاوبت الناس مع حسن نصر الله؟ بس خد هيك صح، في إعادة صياغة لخطاب بالضبط، يعني بيسمعوه كلمة كلمة الناس، لو حكي بالماي لو حكي بالمزوت لو شيلك من المقاومة كشخصية قصدي. ما في يعني أنا ما بوافق معك على كلمة شيوعي بالعصر الحالي. نعم فكر اشتراكي اسمه اشتراكي بس اشتراكي كمان ما بدنا نلمها بالاشتراكي الموجود يعني بالحالي. الفكر الاشتراكي اليوم موجود بأمريكا حتى، يعني في ناس وصلت على انتخابات عندها فكر اشتراكي. يبقى زياد داعما لفكرة المقاومة على الرغم من تحفظاته الكثيرة على أداء حزب المقاومة في الداخل. نحن عندنا مشكلة، عندنا مشكلة على حدود كتير كبيرة، بس ما بتقدر تضل مانع كل القصص الداخلية على قد سنين. قد في من 2006 لهلا مش رايق الجبهة نسبيا؟ طيب التوازن رعب أكيد، بس إذا عملت توازن رعب طيب شو عامل بالمعاش بالحد الأدنى؟ ما هذا بيعمل رعب أضرب بكتير يعني. رعب رعب بالليل قبل ما تنام، ورعب شي طوعة، ورعب بنص النهار قبل الغداء. إنه يعول عليك فريق داخليا يحرك شي بالبلد ولا لا. بس شغله مقاومة هذا اللي نجح فيه؟ أنا بحس هيك، بحس كل الحديث عن الفساد واللي اليوم قويان عليان وتيرته هي محاولة دخول على الهم الاجتماعي، بس ما بتصور منا مش بثقافة حزب الله، ما بحسها بثقافته يعني، مش هم أساسي عنده. بس هلا كونهم بالمجلس النيابي يعني شو خسرانين يحكوا هيك؟ أنا ما كتير يعني رح أقول لك إني متخصص اقتصاد، بس إنه بقرأ كتير اقتصاد. اللي أول شيء بيطلع النابي بالثلاثة وتسعين لمسرحية بخصوص الكرامة والشعب العميد، إنه هالشعور إنه احتياطي الذهب ممتاز والدين عم يطلع. أول شيء إذا بتخبر ولد بيقول لك طيب سيلوا شو الذهب وسدوا دين، ولا إنه إذا أنت أكيد بده يضلوا ممتاز إذا أنت ما عم تدفع شيء لحدا وبتتدين فوقه عم بيصير ممتاز أكتر. بس شو جايب منه هو ممتاز؟ في تجربتين عم يضوى عليهم بالمجلس، انه هو خارج عن الاحزاب التقليديه مع القليله مستقله ولو ضمن تكتل، بولا يعقوبيان وجميل السيد. شو رايك بهالنموذجين، وهل قادرين يعملوا نموذج نجاح وكيم بالتسعينيات يصير حاله بتقدر تستقطب؟ ما بعرف اذا اليوم في شيء بيشبه التسعينيات، يعني الوضع رديء لدرجه انه حدا يعني مثل جميل السيد ممكن، لانه هو عنده كميه خلفية بوجوده بالدولة والأمن ممكن يطلع أخبار يعني يضايق بعض الناس، بس هيك الأفراد بأي نضال مجتمعي ما بيقدروا يعملوا شيء. أفراد يعني ليك نجاح وكيم قديش كان إنه يعني صار بلحظة صار فشة خلق للعالم يسمعوه. بس ليش ما ترشح عميالي؟ شو بده بشر؟ هيدي جلسة هون أحسن من 100 نيابة. الناس معجبة فيك. إنه ما متت ما شفت مين مات، ما متت ما شفت مين مات. أنت ذاكر نجاح وكيم كان بالإيدان عم يدخن. هلا أنا بدي أدخن بس مش مسترجي، بس إنه نجاح وكيم بالإيدان كان يدخن. خليط التهاوي السياسي مع الرضا الشعبي جعل من الموسيقى ملجأ زياد الأخير، وما عدا ثلاثة ألبومات بما أنه مع جوزيف صقر هيك شعبي العيشي هيك
أنا عم فكر إباني وياك. مونودوز مع سلمى مصفي. Quand est-ce que vous voulez venir prendre un verre chez nous? شو؟ وتعاونه مع لطيفة. تركزت معظم أعمال زياد مع فيروز. ما في حديث والجو تعيس تعانكي خلاص الحب بأي حديث. مع الوقت حتى أعمال فيروز راحت تتباعد الواحدة عن الأخرى، وحتى الأمل المستطير الذي يطل برأسه للحظات هاربة كل مدة راح يتلاشى حتى الانقطاع، وعدم المهادنة في الموقف الفكري والإصرار لا على قوله فقط بل على عيشه حقيقة لا يأتياني من دون ثمن باهظ في بلد صغير لا يحتمل الأحلام الكبيرة. هذه أسعار بطاقات حفلات زياد قبل أكثر من 20 عاما، وهذه أسعار بطاقاته اليوم. حتى في عنا بالأسبوع الجاي 12-13-14-15 بالمركز الثقافي الروسي، والبطاقات فينا نقول بطاقات بال 35,000 و 45,000. اللي بيحضر الأربعة في هذا يوم سعر يعني أرخص من الكبابجي. كان السؤال انه حتى بالمركز الثقافي الروسي اللي هي حفلة اصغر من بيت الدين طبعا، كان في كمية ناس على المسرح معبئين المسرح يعني عاد حجم المسرح بالضبط، بينما اسعار البطاقات يعني اصغر مطرب بأورج دبل. كيف موفي معك؟ بتوفي عم ياخدوا نفس السعر اللي بياخدوه بالنوت لبل، عم ياخدوا $25 زيادة الموسيقية لتضلوا معك وما تعرف ما يروح، لأنه ايه بيقدر يكون في عنده عرس بعد ما تخلص هاي دغري، صح، أو حفلة بغير محل ببلش مؤخر. هذا إنجاز فعليا الناس تقدر تدفع هاي السعر، ايه عم تاخد عم تحكي عن 25,000 و35,000، صح، ايه بيقدر يسمع نفس البرنامج اللي بملها بيقول لك ميوزيكال شارج $35 وشو بيطلع معه طارق بعد ما فهمت انه بده يشرب درينك مينيموم شارج وكفرج قد ايه بيطلعوا؟ $60 بعد ما طلب شيء، وشو بيفكر اللي فايت بس تقول ميوزيكال شارج انه هو اللي اخذينه من الفرقه؟ طبعا. طيب اذا حسبتهم على الناس 90 ضربهم ب 35 بعدين بنبقى بنقول لك شو بناخذ كلنا سوا، احنا مفكرونا من بالغ العالم قد ايه رخيص. طيب هيدا القرار هو قرار، بس نحن بتعرف شو بنروح نعمل هونيك؟ بنروح نتمرن يعني صراحة، وبتعيش منهم بين شوي الجريدة وشوي هولي بتعيش منهم. ما لم يقله زياد هنا قاله في حديث إذاعي إلى صوت الشعب مع الزميلة لوركا سبيتي، وإليكم ما يتقاضاه زياد الرحباني في حفلاته الصغيرة في عدد من حانات بيروت وضواحيها. هلا بدق محل بكلمانسو أو إذا رحنا على البلونوت أو إذا رحنا على محل اسمه رويال أوتيل، قد ايه بتقولي أنا بياخد بالليلة؟ تحب تعرفي؟ إيه أكيد. $125 أنت؟ مش معقول. أي والموسيقيين الباقيين؟ كمان. قدك؟ لا نقدر نشتغل 6-7، ما أنت قيسي المحل رحتي حضرتي مرة. مش البلاي روم بساعة أكثر بكثير. في أصغر. البلاي روم أخذت 250. بس كانوا هني 250 يعني عمل مضني هيدا، أنا بشوف كثير صعب وطول الليل عم تسهر وعم تدق. إيه بس أنا مش عم دق كرمال هول، بس هول عم بيغطوا لي معاشي اللي غطى الشيء المضبوط ووظيفتي كسبت بوين؟ الجريدة. مش الدق بالليل. قد ايه بتقبض بالجريدة؟ يعني وإبراهيم الأمير بيعرف تماما. فيك تقول قد ايه بتقبض ولا لا؟ 2000. انه قلت انا كيف عايش يعني والله؟ سالت حالك انه لا بتلحن لا مطربين ولا هلا ربما نبلش. لازم. خاصة انه فيروز هلا ما عم تغني، مضطر يعني. انا جيت بنفس فترة اشتغلت مع لطيفة لأنه كنت بلا شغل. ولقيت خلينا ننبش على حدا ما عليه فضايح واسمه شوي نظيف وعامل لحاله جو،
فكانت لطيفة أحسنهم. ترجع الصورة أنا وياك، ما بفهم الشعور مش بإيدي، مع إنه خلصنا أنا وياك، هيدي معلومات مش أكيدة. أن يعيش الرحباني التزامه الفكري فعلاً قد يصفه كثر في لبنان بأنه غباء وتضيع على نفسه إمكانية جني ثروات طائلة، ولكن إذا كان المال حاجة بطبيعة الحال فلا هو المحرك للعمل ولا مقياس النجاح بالنسبة إلى زياد. ما شيء اسمه أنا وياك. من بعد هالعمر ملصق علقه زياد في استوديو بأسطر قليلة يعبر كثيرا. يلازمني منذ وقت طويل شعور غامض بأن الحياة الحقيقية توشك أن تبدأ، إنما حالت دون ذلك دائما عوائق تعين تخطيها، كإنجاز مهمة غير مكتملة أو دفع بعض الديون أو ترقب حدث ما، وبعد ذلك تبدأ الحياة الحقيقية. واتضح لي في النهاية أن تلك العوائق كانت هي حياتي. بتقلي رح تجي سرقني من الدقايق، من خوفي ما تجي ما تجي ما تجي. اللي كان مفروض قرار بأول الحرب تاخده، كنت قدام قرارين، يعني أنا ابن عمتي مثلا اسمه بشارة الخوري أخذ قرار يفل عبريز بأول الحرب ويكفي حياته بالموسيقى. أنا كنت على هالخطة مفروض ماشي، يعني كان طموحي أنه كفي البيانو اللي عم بدرسه برا وصير بيانيست. هلأ كان في هالخيار وإجت الحرب، يعني اهتمامك بالسياسة عموما، وحسيت أنه لا، البلد يعني ركبت براسي فكرة أنه البلد بحاجة لك أكثر من أنك تروح تعمل بيانو. لاحق تروح تعمل بيانو، مش عارفين أنه شغلت 15 سنين. فمثل واحد إذا بدك علق هون، واللي علاني أكثر أني فتحت استوديو، يعني صار عندك شيء مثل الملكية. مش رح تتركوا تفيلم. إيه ربطتك منيح. بس بالخلاصة هلأ أكيد وصل البلد، يعني رجعت له إذا بدك شيء كان مفكر فيه بالأول أنا، اللي هلأ عم ترجع له. ترجع تفكر انه يصير في اجر برا وفي اجر بلبنان. بس برأيك سؤال شوي صعب يمكن، انه وقت توصل لعمر معين تعمل حالك، يعني تصير في شغل وفي وراك سيفي طويلة، في واحد فجأة يترك كل شيء ويبلش من اول وجديد؟ يمكن لو بعمر اصغر معك حق، يعني هذا صعب، انه بتحس في شيء تركه منه صغير. صعب بس خي ما عاد فيه، يعني انه حاسس انه واحد مثل عمل ادى عسكريته هون. يعني بعد 50 عاما على العمل في الموسيقى والتمثيل والكتابة والمسرح والسياسة، من الخاسر في ان لا يجد شخص كزياد الرحباني أحد مكوني الوعي الفني والسياسي لكمية غير قليلة من اللبنانيين مكانا له في لبنان؟ زياد أم لبنان؟ ربما الاثنان. أهم شيء بزياد الرحباني لحديث اليوم، هذا أمر يمكن بينحكى لأول مرة، إنه إنسان خايد لليوم معركة الفلاحين بالفترة الإقطاعية، وخايد معركة يعني البرجوازية ضد الإقطاعية، وهلأ خايد معركة الماركسية ضد البرجوازية. المعارك عنده ما انتهت. زياد الرحباني منه مصدق إطلاقا أنه هذا البلد ما كله كذب، وأنه هذا البلد بس عملية تراكم طبقي. قبل أكثر من 3 عقود لم يعقد أمله على تغيير البلد، بل على الاجتهاد حتى لا يغيره البلد. وبعد 3 عقود النتيجة أنه لا يمكن أن تنجح في هذه المعركة وأنت في البلد. لن تستطيع أن تهرب من أن تتغير معه إلا إذا رحلت عنه.
انه بيبقى الواحد يا عنده مجال للنواة يا ما في مانع يا ما في نواة. يعني اذا واحد بتقله 100 مرة نفس القصة وما بيغير طالع مع واحد انه ما في نواة. هلا انا لهلا ما بعرف شو هو النواة. يعني بتلاقيها كتير حقيقية بالنسبة لوضع البلد هلا. طبعا ما في نواة ما في جنس النواة. وبعد كل ذلك لماذا يبقى زياد الرحباني يثير كل هذه الجلبة؟ قد يكون السبب بسيطا، لا علاقة له بالانتصار ولا بالهزيمة أمام الواقع السياسي، في شيء أقل قيمة من إبداعه الموسيقي وجدلية كلامه السياسي أو حتى اللغز في إطلالاته كما في غياباته، أقل قيمة ولكن أيضا أقل ندرة. الأكثر إنعاشا في زياد الرحباني هو في أنه في وجه نظام سياسي اجتماعي أخلاقي يقوم على تطويع كل رأي حر وتدجين كل صاحب حق واستنزاف أي قيمة من الحياة، في موسيقاه المختلفة، في كلامه المحرض، في لباسه البسيط، في استهزائه بالنجومية، وفي رخص أسعار بطاقاته، وفي حفلاته في الحانات الصغيرة. في كل هذه زياد الرحباني إصبع وسطى مرفوعة في وجه النظام هذا، تذكره بقيمته وتذكرنا بقدرتنا. كلنا نحن المواطنين، نحن عباد الله الصابر الرحوم، لما يغلق معنا فهم حياتنا اليومية ومن زمان ودغري نستقرب وبالتالي دغري نستشهد بالمقولة الشهيرة كما تكونوا يولى عليكم. منكون طبعاً بمعرض الحديث عن زعمائنا عموماً، لا حصراً. طيب ما هي هون المشكلة؟ رجعنا نحن المواطنين، نحن العباد الغير صالحين، هاي نحن. ما بكفي إنه نحن أساس المشكلة الكبرى بالوضع القائم يلي إله سنين، كمان لما نحاول نحلل الوضع من غش، من زعبر، من حرف. وليه؟ ما الجملة من شقفتين، كما تكونوا واحدة ويولى عليكم واحدة تانية. الجملة هي عرض واستنتاج. إنه شو هي الجملة يولى عليكم بس؟ كتير هيك هالوقاحة كمان بالتأويل وبالتفسير. تعوا لهون حكوني، كما تكونوا عم بقلكن، انتو ما منتبهين على حالكن، انتو كيف وين وشو؟ خرجكن خرجكن. وليه خرجكن؟ يشغلكن هيك معلم، خرجكن تغنيلكن هيك مطربة، خرجكن يوقفكن هيك دركي، خرجكن تتعذبوا هالقد بالنافعة أو بالظهرة المستحيلة من الباركينج، خرجكن هيك بهدلة بهيك مستشفيات مع هيك أطباء لحامين بلا أخلاق وتجار، ما هيك بتحسون؟ خرجكن يطلع لكم هيك خبز ويطلع لكم اشياء بالخبز وهيك لبنة وهيك مي. مي يا إلهي، مي يا إلهي، لماذا تركتني؟ خرجكن هيك سواقة سيارات، مدرسة بسواقة السيارات، ما في منهج سواقة بالعالم بيشبهها، لا باليونان ولا بالإمارات. بالنهاية خرجكن هيك مواطنين. إيه شو يعني؟ إنه المواطنين مين هن؟ أنتوا شو لي بالله؟ إنه أنتوا كلكم كمواطنين ما دخلكم بهيك مواطنين؟ كيف هاي؟ هاي ما في منها إلا عندكم وفيكم. وبالعربي الأفصح، كل ما تكونوا هيك رح يضلوا هيك يولى عليكم. أساساً وأظن أنه هيك مواطنين بهيك مواصفات ما لازم يولى عليهم إلا هيك.